كل صلاة في الليل اسمها قيام ليل، قراءة قرآن، ذكر، تسبيح، قضاء حاجة، أولادنا اللي بيذاكروا والأمهات اللي قاعدين مع الأولاد اللي بيذاكروا منهم ورد لغاية وفرنج الساعة كام؟ عليهم لغاية الساعة كام؟ لعند الفجر، اسمه لغاية قيام ليل لغاية طول كام؟ الليل. لازم أنام وأقوم مش ولا لازم مش أبدا، لازم؟ اللي ينام ويقوم اسمه تهجد، قيام ليل تهجد. يبقى قيام الليل داخل فيه المغرب وسنة المغرب والعشاء وسنة العشاء وكل ما أفعله بقى من خير، من صلاة، من بس ما ينفعش أكملهم بعد الفجر. هقول لحضرتك، لعند الفجر اسمه قيام ليل. إذا نمت الساعة 12 مثلا وصحيت الساعة 2 وصليت تاني، يبقى اسمه قيام ليل بين قوسين تهجد. تمام. خلاص؟ طيب، ماذا لو حد متعود يا أختنا الكريمة إنها تصلي قيام الليل مثلا 7 ركعات، 6 شافع أو 2 و2 و2 وواحدة وتر. ونامت وما صلتش، نقول لها بعد الشروق بربع ساعة لعند الظهر تصلي السبعة دول 8. 2 2 2 2. بنية إيه بقى؟ بنية قيام الليل قضاء أو ضحى. ممكن صح، ايوه. يعني عشان ممكن تصلي من نام عن حزبه بالليل فليفعله في النهار او ليكن به في النهار. في النهار اللي هو قبل الظهر. تمام. لعند قبل الظهر، اللي سواء كان علي رد قران اقدر اقراه قبل الظهر، علي صلاه او كنت متعود اصلي صلاه بس ما اصليش وتر بقى. ان احنا في الليل بنصلي 7، بنصلي 5، بنصلي 9، بنصلي 11، في النهار اصلي 4 او 6 او 8 او 10. تمام. نعود مره اخرى الى الطلاق، وكنا بنتكلم على فكره النيه، يعني فكره اللي انا سمعته قبل